نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب القيم العظيم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقلنا عن هذا الكتاب بأنه كتاب عظيم لأمرين: الأمر الأول لأنه يتناول أعظم قضية في دين الله تعالى، وهي قضية التوحيد والعقيدة الصحيحة. والأمر الثاني لأنه يجمع النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أعظم كلام هو كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم كلام هو كلام الله تعالى، وأعظم كلام يتكلم به مخلوق هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا استفهام استنكاري، سؤال استنكاري، وفيه نوع توبيخ من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كقول الله تعالى من سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي هذا بيان لضعف المخلوق، وفيه بيان لقوة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه أنت ما ممكن تشرك بالله سبحانه وتعالى مخلوقا، وهذا المخلوق لا يخلق شيئا وهو مخلوق غير خالق لنفسه وغير خالق لغيره. لأنه يا جماعة مسألة الخلق دي من صفات الخالق، من صفات الله تعالى التي بها يستحق أن يعبد. شكر رب العزة والجلال قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طالما أن الخالق هو الله وحده لا شريك له، فالمستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. عشان كده يا جماعة رب العزة والجلال يتحدى الناس في سورة الحج، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا. هؤلاء المعبودون من دون الله لا يستطيعون لهؤلاء العابدين نصرا، ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون غيرهم ولا ينصرون أنفسهم. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وما النصر ما نافية وإلا استثناء، وده يفيد الحصر والقصر والاختصاص. وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة الشعراء: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، هل ينصرونكم أنتم أو ينتصرونهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. جماعة الزول إذا قارن بين الخالق والمخلوق وجد الفرق العظيم. الله تعالى يخلق ولا يخلق، والمخلوق يخلق ولا يخلق. الله تعالى علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، والمخلوق الإنسان خلق جاهلا وينسى، خلق جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويلحقه النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت، قالها موسى عليه السلام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان ينسى، والإنسان يجهل أكثر مما يعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله تعالى أحاط بكل شيء علما، فكيف تجعل المخلوق كالخالق؟ والخالق لا ينام ولا يصيبه نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، والعبد ينام ويموت ويفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والخالق قوي لا يعتريه ضعف، والمخلوق ضعيف. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والخالق غني والمخلوق فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والخالق بيده الجنة وبيده النار وبيده النفع وبيده الضر، والإنسان لا يملك شيئا من هذا. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فكيف تجعل المخلوق المتصف بهذه الصفات من صفات النقص كالخالق المتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى؟ عشان كذا يا جماعة ده ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وما لقينا حزب من الأحزاب اليوم، هذه الأحزاب الضالة التي تطلب الدنيا وترفع أصواتها تتكلم في هذا الأمر، ما لقينا. عزل لقيت شيوعيين بيتكلموا في التوحيد، لاقوك. لقيت جماعة من جماعة الإخوان المسلمين بيتكلموا في التوحيد، لقيت حزب أمة بيتكلموا في التوحيد، ما في. هذا لقيت الصوفية بيتكلموا في التوحيد، الناس ذاته بتردون لأنه هم ضد التوحيد وضد العقيدة الصحيحة. لذلك أهل التوحيد غرباء بين الناس، غرباء بين الناس. طيب، قال وقوله تعالى، أو قوله تعالى إذا كانت الواو استئنافية، وقوله تعالى إذا كانت للعطف: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. قال مجاهد وابن عباس وعكرمة وعطاء والحسن قالوا: القطمير اللفافة التي تكون
حول النواة. يعني قال لك غير الله ما بيملك من قطمير، يعني التمرة تشقها فيها مصماصة نواة، بين المصماصة والتمرة في غشاء، أي غشاء رقيق لفافة، الغشاء ده اسمه قطمير. قال لك غير الله مش ما بيملك تمرة، تمرة دي حاجة كبيرة، ما بيملك من قطمير. اجوا الليلة يا أخ القادرية في كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، صفحة 63 لخمسة وستين، شيخ من مشايخ اسمه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادر، يقول عن شيخه عبد القادر الجيلاني، يقول ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، وقالوا فأنت القطب، قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل لحظة، وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا، ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، كله بحميك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ديل القادرية قال ملكت بلاد الله، والله قال ما يملكون من قطمير، قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. ديل القادرية. الخاتمية عندهم كتاب اسمه كتاب مجموع الورد الكبير، عندهم كتاب له بيشرح الورد الكبير ده اسمه الفوائد الفائقة، صفحة 143، شيخ قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، الكون أعلاه أسفله، ديلك مسكوها شرق وغرب وديل مسكوها فوق وتحت، تلاحظت المزالة دي؟ قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. ديلك مسكوها فوق وتحت، وديل مسكوها شريك وشنو وغريب، جو السمانية ديل مسكوها كلها فوق وتحت وشريك وغريب. دار تعرف الكلام ده؟ عندهم كتاب مؤلف ود بدر، قال فيه في الكتاب ده ذاته، قال الأولياء في العالم 8، الكتاب اسمه سراج السالكين، صفحة 114، أرجع للصفحات اللي أنا ذكرت عليه. قال الأولياء في العالم 8، 4 في اليمن و4 في السودان، يعني مصر ما فيها أولياء، مصر ولا السعودية ذات بلد الوحي ولا أي شيء، بس في السودان 4، وفي اليمن كم؟ 4. لما جاء في الأربعة بتاعنا السودان قال ومنهم الشيخ الطيب البشير، يقول له أحمد الطيب البشير، قال ملكه الله الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. الله قال الله ملك الكون 33 سنة، ملكوا للشيخ وبقى الشيخ مالك الكون في الكتاب ذاته. وقال بعد رجع الملك لله سبحانه وتعالى ما نقص منه جناح بعوضة، قال يعني لا في جندبة ماتت في الكون 33 سنة، ولا في قبورة كتلوها، ولا في ناس ضحوا في الكون 33 سنة ما ضبحوا خروف، ناس دي في الضحية ماشيين ساي، ولا في شيء نقص، ولا الأرض أكلت لها زول ميت، ولا السماء طلعت لها روح 33 سنة. لما رجع
ده الملك، ملك الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال قل اللهم مالك الملك. في فرق بين ملك ومالك، ملك ومالك. قال السعدي المالك يأمر وينهى ويثيب ويعاقب. شكيف القرآن بتلقاه بالروايتين فيه، تلقى في الدوري ملك يوم الدين، تلقى في حفص مالك يوم الدين. والله في الآية دي بتاع آل عمران، في آل عمران قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبتجينا آيات لقدام، ما أفزول موش يملك الكون، جزء من الكون. قال تعالى في الآية التي قال عنها ابن القيم كما سيأتي البيان قطعت أصول الشرك كلها، أربع أصول للشرك قطعتها طق 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 في آيتين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في كلام أوضح من ده؟ طيب إلى آخر الآيات، سيأتي ذكرها إن شاء الله في الموضع. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والآية يا جماعة جاءت بعد أن أثنى الله تعالى على نفسه. وأي آية في الشرك لاحظ ليها، تلقى قبلية ولا بعدها آيات يثني الله تعالى فيها على نفسه، كأنه بقول لك ديل اللي بيشركوا بيهم وده أنا، أنت داير تختار شنو. عشان كده في الآيات دي قبلية قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. الناس يا الله ادان النعم دي كلها، ما قال لهم داير نعم زيها. شوف ابن آدم ده أي شيء يخسره، دخل لك السمح يمرقوا كعب، البس الهدوم جديدة يبقيها قديمة، أي يركب عربية يخربها، أي شيء يخربه في الكون ده. ما قال لك أنا داير زي حاجتي دي، ما قال لك كده، قال لك بس أشكرني بس، شكر بس. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل من الطاعم والمسيخ تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بس تشكر الله بغلبك. قال بعد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. ده الله له الملك. والذين تدعون من دونه، ما وراك هو شنو بعد ده، قال لك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. دي ما بصدقوا هسه الليلة اللي بينادوا غير الله، ما بصدقوا الآية دي. مش الله قال؟ والله ما بصدقوها، والله يقروا القرآن ويجودوه تلقى في الخلوة قاعد ومولع النار وتعبان، ما يقول، يقول لك كده، يجيب لك بالإدغام ويجيب التجويد وتلقى صوته جميل ويجيب المدود كلها، مد الصلة الصغرى الكبرى اللازمة السكون عارض للسكون غير متصل منفصل، كل المدود يجيبها وصوت جميل ويميز بين القاف والغين والصاد والسين واو واو إلى آخره. تسمع ويقرأ القرآن تقول الزول ده فهم القرآن كله. وبعد ده يختم القرآن بجاي ويناقضه بغادي. القرآن يقول لك كلام ما بصدقه، عندهم شبه، بيقول لك الآيات دي نزلت في المشركين، ودي الشبهة دي خطيرة جدا بالمناسبة، لأنه لو فكروا فيها معناه الدين ده القرآن ده نخده بجنبه بس نقراه بس، لكن تطبيق ما في، لأنه في آيات نزلت في المؤمنين في الصحابة. هل خاصة بالصحابة ولا الليلة المؤمن
اللي بيعمل الأشياء اللي عملوها الصحابة ينال الأجر العظيم عند الله تعالى. يجي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره، إلى أن يقرأ أولئك هم الوارثون الذين يرثون شنو؟ الفردوس. يقول لك الله يدخلنا الفردوس، الحاجات دي كلها نطبقها إن شاء الله، نعرض عن اللغو، نحفظ الفروج، نسوي كذا، نخشع في الصلاة. تقول لا هذه ما نزلت في الصحابة، يقول لك لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص شنو السبب، قاعدة صحيحة نزلت في الصحابة. نحن لو عملنا صفات الصفات النزل يبقى نحن بنكون من المؤمنين. لما نجي في الكفر تلقى الكفر تنقل فيه طق 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 واقع فيه، تجي تسأله يقول لك دي نزلت في المشركين، الله قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولذلك يا جماعة الكلام يطول، فالإنسان يأخذ بهذا القرآن يعمل بالخير الذي أمر الله به ويجتنب الشر الذي نهى الله عنه. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك ميت كيف يسمعك، وذول تلقاه قافل البيت الباب، ده في اللوضة وذاك في البرندة، يقول لا يا فلان يا فلان اطفي النور، هو في البرندة وده في اللوضة، ولك ما سامع افتح الباب، باب خشبة بس ما سامع. وذول خاتين فوق له طوب وطين ومليس وتراب، وكمان ساوين بدعة يسمى قبة ساوينا وطابلينا، وتلقى في نص المقابر والتبر المقابر وفي آخر البلد تنادي يسمعك، وانت في البرندة حي ما بيسمعك، انت تنادي من آخر الدنيا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لأنه الله، أنا لقيت التحديات كلها في القرآن، كما قال الشيخ الفوزان قال ما تحدى الله المشركين بأمر إلا عجزوا عن القيام به، ما في شيء تحداهم قدروا عليه. لكن لقيت التحديات دي كلها ما في بعدها مجال، يعني بقول لك أنا بتحداك في كذي، ولو مش كذي لو في حاجة تانية برضو بتحداك فيه شيء آخر. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هو ما بيسمع، لكن قال لك كان سمع، مش انت قلت بيسمع، خلاص كان سمع ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، لا ينبئك عن هذه الأمور جليلها وصغيرها ظاهرها وباطنها خفيها وما يظهر منها مثل الذي خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال، في الصحيح في البخاري ومسلم، رواه البخاري أو أورده البخاري معلقا، أخرجه معلقا بصيغة الجزم ووصله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. في نزول هذه الآية حديثان كما سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الآخر، وحاول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجمع بين الحديثين، وقال قد يكون هناك سببان، يعني من أسباب النزول، وقد يكون هناك سبب واحد ولكن الأمر الثاني حكمه يوافق حكم الأول الذي نزلت بسببه الآية. قال أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، في غزوة أحد شج رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم،
وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبتلى وفيه أنه لو جاز استخدام التمائم لعلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يشج رأسه صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان تعليق التمائم من الأسباب المشروعة لعلقها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع، فدل على أنه يتخذ الأسباب من أجل شنو؟ الوقاية. فلو جاز استخدام التمائم الحجبات للبسها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهو أبرك الناس وهو الذي أنزل عليه القرآن. ما قطع القرآن لبسه حجبات، فدل ذلك على عدم الجواز، لأن هناك أدلة واضحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن العبد يبتلى في أمر الدين، وقد يلحقك البلاء في المال وقد يلحقك في الجسد. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الناس في خطابه في الدعوة، وهو أفضل الناس في تبليغ دين الله تعالى، وهو الذي يجاهد في الله حق جهاده بلسانه وبماله وبقوته وبجسده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابتلي. عشان كذا أي زول يا جماعة داير دعوة الله دي يشيلها ما يفتكر إنه الطريق ده طريق ساهل، وطريق بس أنت مجرد ما بقيت داعي الناس يحترمك وتوقرك وكذا، وفي المواصلات يقفوا على حيلهم ويقعدوك، وماشي في الشارع يركبوك وإلى آخره، وماشي المستشفى دكتور يحلف عليك وده مسوي. هذول الطريق ده فيه ابتلاء شديد جدا، مرات بيبدأ من البيت، من البيت المرأة أقول لك يا راجل في داعي للمحاضرة، أنت كل يوم محاضرة ما تمرك تشتغل وأنت شغال بالنهار، يعني أنت ما قاعد بالنهار شغال، وتقول لك كل يومين سفر يا أخي، سفر 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 إلى آخره. والأهل والوالدة والوالد تبتلى ابتلاء شديد. لذلك قالت امرأة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحمها، قالت أراحنا الله منك أو منه، عمر بن عبد العزيز قالت أراحنا الله منه أو منك، فقال آمين. وقال كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، قال وما أنا على صحبتكم بحريص. لذلك أنت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا لا يكاد يجد صاحبا، أي زول تلقاه بيمشي ويجي مع زول داعية وداعية بحق، ده عارفه زول أسد والله، لأنه ده زول وده ذاته متحمل. ذلك ناس النكات ذلك جابوا لهم واحد مضحك كذي بتاع كوميديا وكاميرا خفية وكذي، جابوه ذاك عمل فيها بتاع مرور، وقف بتاع العربية قال لا كيف وقف، قال له 30 إيصال قطع 30، بعد ذاك قال لي ليه وما ليه، قال له راكب معاك زول، قال لا ايه عم تجيبه، جاب الزول الجنبه، انت قال له قاعد جنبه اي انت ذاتك إيصال يا زول، قال له اول مره نسمع شغل، قال له ما انت ما مفروض تخليه يقع في مخالفه زول، انت ذاتك قاعد جنبه انت ذاتك إيصال. قال له نايجين في النهايه، قال له عندي كاميرا خفيه والله، لكن الشغلة دي ما خفية، دي شغلة واقعية، انت ماشي ذاتك مع الداعية الى الله تعالى تبتلى. عشان كذا اصحاب موسى عليه السلام قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، والله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. فإنت بتبتلى بس تصبر حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. تمشي مساجد يشاكلوك، تمشي محلات يطردوك، تمشي وين، وده غير اللي بيسخروا منك والله، تلقاه يسخر، يعني ممكن يشوف فنان يحترمه
تفضل يا أستاذ وكذا وكذا، فنان. وفنان شايل شنو؟ كلامه شنو فنان؟ كلامه فاضي ساي. ما لقيت فنان بيدعو لي خير، انت كذا لاقاك فنان قال اتقوا الله، صلوا في الجامع، استغفروا، بروا والديكم، ما في شغل، ما في مش لقدام. وانت بتدعو للخير يهينك، يحاول يهينك، لكن ما بضرك بشيء، انما تصبر وتحتسب. قال تعالى لن يضروكم الا اذى، بس كلام، بس الا اذى كلام، ما بضرك بشيء، دي حسنات جاياك. اصل الناس اثنين اللي بيعلقوا عليك، يا زول شكرك يا زول نبذك، وانت ما في النفعك بالمناسبه اكثر الزول اللي نبذك، لانه اداك شنو؟ اداك حسنات. شكرك ده ما هو شكرك ومشيت. وقد يضرك تشكيره لك، ده يضرك كما في صحيح مسلم، وقد قيل، وقد قيل ده يعني شكروك، لكن النبذك ده دي حسنات جايات ذاته، خير لك. عشان كده بعض السلف لما ذكر له أن الرافضة يطعنون في أبي بكر وعمر وفي عائشة قال أولئك قوم رفعهم الله ورفع منزلتهم، وأراد الله أن لا يقطع ثوابهم بعد موتهم. يعني بعد يموتوا تجون حسنات من الناس اللي بيظلمون سيئات، بعدين ديلك عليهم سيئات وديل تجون حسنات. طيب كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي أن الواجب أن يحترموا هذا النبي وأن يقبلوا دعوته وأن يوقروه وأن ينقادوا لأمره وأن يتبعوه، فبدل أن يفعلوا هذا وأن يقوموا بهذا قاموا بالضد فشجوا نبيهم، شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذه المقولة أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله بهذا الخطاب ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. طيب قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذا في البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وده يا جماعه في القنوت، ده يوريك انه القنوت الصحيح الذي يكون في النوازل كما قال الامام احمد وكما قال الامام الشافعي خلافا للامام مالك وخلافا للامام ابي حنيفه عليهم رحمه الله جميعا. القنوت بعد الركوع والقيام من الركوع، لا قبل الركوع كما يفعل كثير من الناس اليوم، تلقاه الركعه الثانيه في الفجر يسكت بعد تمة. والصحيح أن يكون القنوت بعد القيام من شنو؟ من ركوع. وده كلام صحابي ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء قالوا الاجتهاد مع النص، إذا جاء النص سقط شنو؟ الاجتهاد، بعد ده تأخذ بشنو؟ بالنص. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويكون عند النوازل، جات مصايف في البلد زي السيدي، في مصايف في البلد، عشان كذا أخونا أحمد جزاه الله خير قنت بين الآن في المغرب، ونرجو الله يوفق جميع الأئمة في المغرب والعشاء والصبح وفي غيره، النوازل الآن الحادثة والابتلاءات وهذه الفتن، أسأل الله أن يفرج. ونحن المسألة دي إن شاء الله بنناقشها نقاش يعني موسع في مجلس آخر، هذه الفتن الحادثة اليوم، وننقل فيها قوال أهل العلم والآيات والأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، يعني بيقنت 200 بعد يركع وبعد يقوم من شنو؟ من الركوع، في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. طيب ده في البخاري. قال وفي رواية
يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الرواية الثانية دي فيها مقال عند أهل العلم، وهناك رواية يعني حكم عليها بعض أهل العلم بأنها حسنة، وهي في مسند إمام أحمد أنه دعا على أربعة أنفس، ولكن التسمية هي التي يعني لم ترد بنص صحيح. اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء بعدما يقوم صلى الله عليه وسلم من الركوع. بقية الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإنهم ظالمون الآن، فإما أن يتوب الله عليهم قبل الموت فيسلم ويغفر الله لهم ما كان منهم، وإما أن يموتوا على ظلمهم هذا فيعذبهم الله سبحانه وتعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا يدعو عليهم باللعن، يعني حتى لو دعا عليهم بشيء شديد لا يدعو عليهم بشنو؟ باللعن، لأن الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. طيب، الآية دي والحديث القبلية والآية القبلية الآيات القبلية والآية دي كلها جماعة بتبين أن الملك بيد الله وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لو لاحظت النصوص دي كلها، قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فصعد الصفا، في رواية صعد الصفا، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ففي البخاري ومسلم، وفيه في البخاري، وهو الحديث في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا عشيرته وعم وخص، عمم وتاني خصص ناس بأعيانهم، وممن خصهم أو خصصهم وممن خصصهم صلى الله عليه وسلم العباس وهو عمه، وصفية وهي عمته، بل وفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، يعني أبو فاطمة صلى الله عليه وسلم خاطب فاطمة رضي الله عنها بهذا الخطاب: لا أغني عنك من الله شيئا. ده يوريك إنه الأمر بيد الله وحده لا شريك له. شكي رب العزة والجلال قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، النسب بيتقطع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولما بعض الناس من أهل الكتاب قالوا آباؤنا من الأنبياء، في تفسير ابن كثير لسورة البقرة قالوا أبهاتنا أنبياء، الله قال لهم سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، عشان ما تتعلق بزول انت، يقول لك انت ابقى معانا وبعدين بتلقانا قدام. ولذلك رب العزة والجلال قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والله يا جماعة هذا كلام واضح جدا، قال لك: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الشيء اللي انت سعيته بتلقاه بعدين يوم القيامة، بتلقاه. عشان كيف في صحيح مسلم
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه في آخر الحديث قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اتغيت بعت نفسك دي، يا بعت لي الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يا بعت للشيطان بعدين بتوبقة، يا بتنجيها وتكون سبب لفوزها وتعتقها ببيعك لها لله سبحانه وتعالى، ببيعك إياها لله سبحانه وتعالى، ولا بتهلك، لأن الإيباق الإهلاك، فمعتقها أو موبقها يعني مهلكها. طيب، فالإنسان لا يتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، تلك النصوص الأولى، الثانية قصة أحد دي معروفة التي ذكرت في حديث أنس رضي الله عنه، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، فهو قنت صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء والرسل، وأمن خلفه أفضل الأولياء والصالحين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، دعا عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، في ناس كفار وساكتين، وفي ناس كفار وبصدوا عن دين الله تعالى وعن دعوة الله، عشان كذا ديل كانوا ممن فعلوا أشياء لم يفعلها غالب الكفار، ممن اكتفى بكفره لنفسه، فصار الكفر لازماً ملازما له وحده، وأما الذي يتعدى إلى الغير شره فإنه دعا عليه صلى الله عليه وسلم. قال منها شجهم نبيهم، هذه الأفعال التي فعلوها أيضا، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى، مع أنهم هؤلاء القتلى بنو عمهم، يعني الكفار من قريش ديل قاتلوا بني عمومتهم من المسلمين، والسبب الدين، هذا الدين، كان هؤلاء على الباطل وكان أولئك على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. الأمر يا جماعة في أمر شرعي وأمر كوني، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في أمر شرعي وفي أمر كوني. الأمر الكوني كما قال تعالى إنما كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده في الكون، يعني يقول للشيء كن فيكون. والأمر الشرعي الأوامر المعروفة: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هنا المقصود ليس لك من الأمر شيء، أي هذا الكون أنت لا تستطيع التصرف فيه، وإنما الذي يصرف شأنه ويدبره والله وحده لا شريك له. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، يعني ديل ادعى عليهم ديل آمنوا، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما دعا عليهم. ودي ما فيه إنه إنسان ما يقنط من رحمة الله، لأنه ناس شجوا نبيهم أو حاولوا شجه، وهنا شج بعضهم نبيهم وحاولوا قتله ومثلوا بالقتل، ومع هذا تاب الله تعالى عليهم، وريك إنه أصلا ما تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الثامنة القنوت في النوازل، جاءت نازلة الزول يقنط ويدعو. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم استنادا على يعني تلك الرواية.
العاشر لعن المعين في القنوت، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في لعن المعين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد لا يلعن المعين ما دام حياً، وإن كان يجوز لك أن تدعو عليه بالشر، يعني تقول اللهم انتقم منه، اللهم دمره، اللهم أهلكه، اللهم اللهم، لكن لا تدعو عليه باللعن، لأن اللعن هو الطرد من الرحمة، وأنت لا تدري لعل الله يرحمه قبل موته. ده بالنسبة لشنو؟ للحي. ده القول ده ذكره ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. القصة أنه دعا عشيرته وصعد الصفا ودعاهم وخاطبهم بهذا الخطاب، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا للعباس، لا أغني عنك من الله شيئا لصفية، لا أغني عنك من الله شيئا لفاطمة رضي الله عنهم جميعا. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الزول لو مشفق الآن على الأمة وقام وصاح فيهم ودعاهم وإلى الحق وإلى النجاة، فإنه يوصف بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة في الباب ده، قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. كثير من الناس يتعلق بالأشخاص وهو يدعي أنه يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبين له أو يتبين له أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، بل قال لأقرب والأبعد من أهله.